بعد النظمة شيء تونس ومن تونس لمصر أكون بقى عنده اهتمام في 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 فريق. فأجاب الرياضة دائما يعني ما ببني زول فردي ده دار حكومة بتاعك ده يكون واقف بظهرك حتى لو عندك قروش لأن لو أنت براك أنت ما راح تقدر على مصروفات كثيرة. وحكومة بتاعك واقف وراكم؟ هسه وقف يعني ما بطال هسه وقف حتى لو بقى فيها لو يعني الفريق مشي ما بطال. حكومة يا كان دفع قروش؟ طبعا حكومة ده من انجاز من ال 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 اسم شنو؟ المجلس او برلمان ومعهم قروش في رأس الجمهورية وطلع انصرف ما انصرف ده كايتو دي الحاجات بيعرفوا سيادة القروش انا كلام قروش كان كم سمعته والله يا اخي سمعته وشفته في الفيسبوك وفي الراديو هو 6.5 مليون دولار ايوه يو اس القروش في يعني في لعبة في النص يعني في حاجات دوليا كده في لانه انا هنا جنوبين انا بعرف الجنوبين دول صعبين في حاجه اسم قريش زول حتى بوفلو زاد بينصاو ماشيين عشان كوره they are going for shopping دول ما نبت الرياضه ما عندهم علاقه بالرياضه اذا كان انت بتخلى الرياضيين كله في البلد وانت تسافر انت زول سايت عندك فكره بتاعت بلد ده انت بترفعه ما بكون عندك فكرة في بلد ذاته لو لقيت طريقة بتبيعه ذاته لأنه ما ممكن سيدي شغل بتخلي ويتا تمشي يتا تمشي تعمل شنو لو قال دا دارين يقوموا عمارة ويتا ما مهندس يتا بتجي تقول أنا بعمله يتا ما بتقدر تعمله رئيس على تعال تلعب لكورة صلى قال له تعال في قروش كده موجود طلع له جزء بقروش خلاه خلاه انت عارف ليه عشان ياخروا ويسافر يفوت بعدها قروج يطلع ويعمل زي ما سووا سي معقول انت تشيل 67 جواز ما تسافر منه ولا اعلامي ولا رئيس على الاتحاد المحلي يسافر 67 جواز انت دقيت في فيزا لشنو؟ لشنو؟ انت قاعد تدق جوازات الناس بعمل بقروج تدق في فيزا بدون سبب تخرب صفه كامل أخيت رجالهم جوازات بتاعهم يقولون يا أخوانا سفرية ما في ويقولون لا في عمل إتو بكرة هتمشوا آخر حاجة اللي جوازات في ناس ما لهم في جوازات تعمل يوم الليلة ده كرسنا في شغل الكوليشن بتاعنا الناس دي الأصل لو شيلتو كده بالك في جيب ما راح يبذل بتاع الشاي ده بكون ده الهدف كله لكن نحن الناس الجوازات بتاعنا ختموا ده مختجين ليه انت بتعرفوا ما راح تشيل زول تمشي تخرب لي الجواز بتاعي والجواز ده كله ب 100 دولار منو بديني 100 دولار عشان انا اطلع جواز؟ انت يعني طلعت جواز ب 100 دولار؟ اه يعني طلعت جواز يوم 27 الشهر الفات اوكي لان كان عندي مده بتاعه كان باقي شهرين فما بودوني ما بود ما ب... ما ما بسافرني الاتحاد المالي لكرة السلة نحن كنا 9 نفر يلا انت بتقول شنو رسالة؟ لأنه سمعنا أنه السيد الرئيس هذا دعم ثقيل للناس المشاركة نعم هذا دعم للرياضة وللجمهور هو قال للجمهور جنوب السودان عشان يمشي يحضروا لكن للاسف المشوا هسه ما جمهور كلهم حنربولات كلهم ناس يعني ما عندهم علاقه بالرياضه ما عندهم الباور ذاته ما عندهم شيء عشان يقدموا لجنوب السودان يعني هل تعتقد يعني ممكن انا اوريك صوره هسه يعني يقوم يعني يفسدوا علم جنوب السودان الليله انا كنت متاكد الليله دقيقه